القوة الاقتصادية لهذه الثروة اللي هي الفوسفات في المكونات ديالو ولا حتى في المشتقات ديالو، لأن الفوسفات هو مصدر الفوسفور الأولي، وهذا يعتبر المادة الأساسية في جميع الصناعات الكيماوية، وكذلك يعتبر الفوسفور وعنصر كذلك أساسي في صناعة الأسمدة. والفوسفات يعتبر كذلك هو الأصل ديال اليورانيوم، وكنعرفوا جميع الاستعمالات المتعددة ديال الأورانيوم والأهمية ديالو، ويعتبر الفوسفات كذلك هو الأصل أو يمكن أن يشق منه الحمض الفوسفوري اللي كيتستعمل في جميع الصناعات الغذائية وفي مستحضرات التجميل وحتى في الإلكترونيات. إلا شفنا هذه العناصر الأساسية الآن اللي كتدخل في جميع الصناعات تقريبا، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، كيمكن لنا أن نستخلصه بأن أصبح الآن الفوسفات هي مادة أو المشتقة ديال الفوسفات هي مادة مهمة اللي ممكن أنها تحكم في الصناعات، بالإضافة كذلك إلى أن المشتقة ديال الفوسفات يمكن لها تساهم في رفع وتحسين المنتوج الزراعي. وكنعرفوا الآن بأن ملي كتزاد الكثافة السكانية كيزاد طبيعة الحال ولا بشكل أوتوماتيكي طلب على الغذاء وعلى المواد الغذائية. وبهذا الشكل هذا المكتب الشريف للفوسفات عن طريق المشتقات الأساسية ديال الفوسفات والتأثير ديالها على الصناعة الغذائية، ممكن نقوله أنه عنده الآن اليد الطويلة في الأمن الغذائي اللي كيشكل بعد كورونا يعني من بين الأولويات ديال جميع الدول أنها تحافظ على الأمن الغذائي ديالها وحتى الأمن الصحي ديالها. ربما هذو هما العناصر اللي كيجعلوا من المكتب الشريف للفوسفات أنه عنده واحد الحضور قوي وحتى تمكن قوي في الأمن الغذائي، وبطبيعة الحال غادي يكون عنده تأثير حتى على السياسة الصناعية في مجموعة من البلدان اللي هاد الصناعات كتعتمد على الفوسفات والمشتقات ديالو. هادشي اللي كيعطي المكتب الشريف للفوسفات واحد المكانة متميزة على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات اللي برمها المكتب الشريف للفوسفات مع مجموعة من الدول، وفقط على المستوى الأفريقي المجمع يملك تقريبا 16 فرعا في 16 دولة أفريقية. وممكن أننا نقرأ حتى من هذه العلاقات والتأثير ديال المكتب الشريف للفوسفات على الاقتصاد الدول اللي كيتعامل معهم، أنه كاين هناك واحد الجانب جيوسياسي اللي ربما الآن بعض المحللين كيعتبروا أن المكتب الشريف للفوسفات بهذه المكانة اللي عنده الآن في السوق ممكن نعتبره أنه هو الدرع الاقتصادي الدبلوماسية الموازية ديال المملكة، لأن تكون علاقات اقتصادية بين الدول كيكون تأثير على الجانب السياسي. وبهذا الشكل مجموعة من الدول اعترفت بمغربية الصحراء انطلاقا من هذه العلاقات اللي برمتها مع المكتب الشريف للفوسفات.